أكد محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على ما تمثله مناطق مدينة خليفة من عمق تاريخي للأصالة البحرينية العربية، نابعة بالولاء والتضحية في عدد من الشواهد التي ترسخ قيما أصيلة متوارثة عبر الأجيال. جاء ذلك خلال رعاية سموه الاحتفال الذي أقيم يوم أمس الأربعاء بساحة مدينة خليفة في إطار الاحتفالات الوطنية التي تنظمها المحافظة الجنوبية بمناسبة الأعياد الوطنية، واحتفالا بذكرى مرور عام واحد على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على مشاريع المدينة الجنوبية الإسكانية التي تجمع عسكر وجو والدور وضواحيها. وشملت الفعالية عددا من الكلمات الترحيبية والفقرات الشعرية، كما تم عرض فيلم عن مكانة مدينة خليفة ودورها الفاعل في تعزيز قيم ارتقاء المجتمع والبناء النموذجي التي تشكله هذه المدينة كأول مدينة نموذجية في المحافظة الجنوبية. كما قام أهالي مدينة خليفة بالمشاركة في العرض الشعبية، كما عبروا عن سعادتهم بمشاركة سمو محافظ الجنوبية فرحتهم بالأعياد الوطنية وبمناسبة مرور عام واحد على هذه المدينة النموذجية، مشيدين بما يبذله سموه من جهود وطنية لترسيخ قيم التواصل بين أبناء المحافظة الجنوبية. في هذا اليوم الجميل في المحافظة الجنوبية وبالتحديد في مدينة خليفة احتفل بهذه الأعياد الكريمة بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حفظه الله، ونشكر سموه على هذه اللفتة الكريمة لزيارة هذه المنطقة وادخل السرور صراحة في قلوبنا وقلوب الأهالي للمشاركة في هذه الاحتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. هذه المناسبة عرفها عزم آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى الحكومة الموقرة وإلى شعب البحرين كافة، وعسى إن شاء الله يعودها علينا بالأمن والصحة والأمان ودامت أفراحكم يا البحرين. وبهذه المناسبة طبعا نزف ونرفع ونزوغ آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى سيدي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى سيدي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وإلى كافة شعب البحرين.